البحر الميت. يعني أنا بحكي لكم عن إشي نوعي ولآلة جديدة متجددة، ولكن خبرة طويلة في هذا المجال، مصنع وشركة رائدة في عالم الشغلات الحلوة، البشرة وكل ما يجعلك جميلة ورائعة ومميزة. اليوم في هذا إشي حصري، أنا بدي أحكي عن إشي حصري ومميز. إحنا عملنا لايف، لكن اليوم في عنا إشي تاني وشواهد على إنه مصنع وشركة لآلة البحر الميت غير شكل، ورح نعطيكم إثبات رهيب جدا، وراح تشوفوا العنوان معنا اليوم ويلمع يلمع يلمع هيك. تعالوا معنا، تعالوا معنا مشاهدينا ومتابعينا في هالجولة الحلوة مع مصنع وشركة لآلئ البحر الميت للعناية بكل شيء. أنا بحكي لكم عن منتجات رائعة جدا. اليوم راح تكون في ضيافتنا مطربة رائعة جدا من الداخل الفلسطيني، كلكم تعرفوها، فهي راح تحكي لكم تشرح لكم انه كيف احد المنتجات اللي تم تصنيعها وباسمها لساندرا الحج، يعني المطربة الرائعة والمميزة. اول شيء مش راح نبدا فيكي، مساء الخير وصباح الخير وكل الاوقات، كل الدنيا اليوم عندنا لآلة. اليوم الاخير من ايام معرض فلسطين الدولي للتجميل. اليوم قبل ما ننتقل لساندرا بدنا نحكي بايجاز سريع جدا مع الكابتن اللي على يمين، اللؤلؤة الاولى لآلئ، فلؤلؤة أولى، وطبعا اللؤلؤة الأجمل والأرقى والأروع، وهي السبب في الوصول لهالمرحلة الحلوة، الوالد الدكتور هو اللؤلؤة الأولى طبعا حتى وصل لهالشيء الجميل والرائع جدا. اللي أنا بدي أحكي شغلة مهمة جدا، أنت يا صبية عشان تكوني جميلة ورائعة ومميزة وتضلك حلوة وجوزك لا يطلع هيك ولا هيك، فما إلكم إلك مين لآلئ البحر الميت. طيب أول شيء يعطيك العافية، أنت بتطلع هون ولا هون؟ لا 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 بس على الكاميرا بخاف. طيب يعني بدك تحكي لنا بايجاز عن شركتكم الحلوه والمميزه اللي في لها ناس كثير ثقتهم فيها كونها سلامه امنه وبتعطي نتائج ايجابيه 100%، ومش بس هيك كمان انه مش بس مجرد حط هالمصاري وباع، ايضا بتابع زباينه دائما، وهذا شغله مهم جدا، الخدمه ما بعد البيع والمتابعه والتقييم، الفيدباك كمان مهم جدا، وهي شركه فعلا لآلئ تشع في الوطن الفلسطيني وفي الداخل. اول شيء تحكي لنا عن هالشركه بايجاز، مع انك انت تفوقت علي كنت اعطيه المايك وهو يعمل لقاء مع ساندرا واروح انا، بس يلا اليوم الاخير بدنا نكمله معه. انت البركه والله. يسعدك. طبعا اهلا وسهلا فيكم جميعا، طبعا اليوم ساندرا اكيد شرفتنا. طبعا احنا المصنع الاول بفلسطين، اسمنا مصنع وشركه لآلئ البحر الميت. طبعا المصنع قائم في منطقه بيت لحم، عندنا افرع بتركيا بالمانيا في بريطانيا بالسعوديه وبالامارات وبسلطنه عمان. طبعا احنا عم نحاول نعمل بصمه فلسطينيه في كل دول العالم، تمام، اللي نركز انه البحر الميت هو بحر للشعب الفلسطيني اكيد. نعم. طبعا جودتنا عاليه جدا، بالنسبه للجوده راح نتركها لساندرا هي تحكي عنها اكثر، ولكن طبعا احنا عندنا جوده عاليه جدا واسعارنا منافسه للجميع، وقدرنا حتى نحطم اللي هي الاسعار الاسرائيليه. يعني احنا بنحكي يا جماعه كمان عن تحدي مهم جدا، لما بنحكي البحر الميت هو البحر الميت فلسطيني بامتياز، وعشان هيك المنتجات من البحر الميت هي اللي بتعطي الصوره الافضل في هذا المصنع لآلئ البحر الميت. فعشان هيك بنقولكم يا مشاهدينا ومتابعينا عن جد منتجات، ومن وين يعني واحد يقول لك في اي دوله ثانيه يقول لك انا البحر الميت، من وين جايب البحر الميت؟ البحر الميت من عندنا يا جماعه، والمنتج لآلئ البحر الميت. اليوم ساندرا الها كان حضور رائع جدا، احنا اول شيء بنتشرف بوجودها معنا وبيننا ضمن هاللآلئ الموجوده، وهي اضافت كمان لؤلؤه جديده للآلئ الموجوده اليوم مشاهدينا ومتابعينا في هذا البث المباشر من معرض فلسطين الدولي للتجميل. وعلى فكره شوفوا قديش ساندرا هالوجه الملائكي هو لؤلؤه فعلا، وكله نتيجه تجربه معينه كمان من لآلئ البحر الميت. يعني راح تحكي لنا قصتها عن المنتج اللي صار باسمها كمان. صحيح. ساندرا طلع الاسم كمان. ساندرا اول شيء يعطيك العافيه واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، شكرا على الحكي الحلو. لا هذا الحلو خلانا من اللآلئ الموجوده، يعني بنفس الدكتور وكل الشباب واللآلئ البحر الميت، يعني بتخلينا نشع ونضوي يا جماعه. طيب هو بس اليورانيوم بشع واحنا بنشع يا جماعه. طيب ساندرا يعني تحكي لنا عن قصتك وعلاقتك الوطيده لوصل لهالجمال كلياته، كمان يعني وراها مين؟ لآلئ البحر الميت. احكي لنا عن المنتج تبعك. المنتج تبعي اول شيء انا كثير بحب البزنس قبل اي شيء، فحبيت هيك اضيف بالاضافه لاني مطربه فلسطينيه، حبيت ابلش اصدر منتجاتي من فلسطين لكل دول. والله تزحلنا شعارات شوي، والله بعرف ان الجميلات رائعه جدا من المنتج الجديد، والله بعرف. طيب
طيب كيف؟ فاخترت منتج اول شيء فلسطيني يكون بحت من تصنيعه من A to Z، طبعا لآلئ البحر الميت الشركه العظيمه اللي كانت اول اختيار، وطبعا الاختيار الموفق جدا لانا جدا شرفت بالتعامل معهن. الباكج الاول فلسطيني للشعر الكيرلي من فلسطين وان شاء الله دول العالم كلها. كيف الشعرات؟ بجنن الشعرات يا جماعة الخير، هي قاعدة تتغزل في حالة وإحنا لازم نتغزل فيها. ولأهل البحر، لأهل البحر، شوف من كثر ما نحكي التواكل لسان من كثر هالجمال حلو. طيب يعني ساندرا عن جد شو بتقولي للصبايا والعالم اللي بتشتغل في عالم التجميل، خاصة الصالونات والصبايا وهالعالم اللي فعلا بحب تكون صبية دايما جميلة، شو بتقولي لهم عن هذا المنتج؟ أول إشي أنا حبيت أعمل هيك شغلة اللي هي زي ما حكيت الباكيج الفلسطيني الأول للشعر الكيرلي. إحنا ما فيش يعني قد ما دورنا منلاقيش باكيج كامل يكون مكون من شامبو كونديشنر وكريم بهالقد جودة عالية، تصنيع فلسطيني اللي تقدر أي بنت شعرها كيرلي تتميز فيه. فأنا بعيدا عن إنه حبيت أعمل منتج خاص فيي يكون منتج للشعر الكيرلي، البنت اللي شعرها كيرلي تتميز في المنتجات اللي جودتها طبعا جدا رائعه وجميله. صبايانا هاي تجربه مطربه فلسطينيه غنيه عن التعريف ورائعه جدا، هي اشهر مني بكثير، وانا بعرف ساندرا يعني هي ذويكه وزوق ودائما بتنتقي الشيء الصح، فلما اخذت منتج باسمها من مصنع ولا قال طبعا البحر الميت كانت عنوان، حتى المصور الرهيب كمان اللي جايبتها اختها اللي صار كمان شعرها نفس الشيء، اللي صار بتصور رهيبه جدا شعرها نفس الشيء، يعني هذا بيدل انه فعلا كل صبيه بحاجه لهالشيء صح؟ صحيح صحيح طبعا، وانا براهن انه هذا الباكيج الاروع على الاطلاق عن جد، مش مجاملة ومش لأنه الشركة طبعا غنية عن التعريف، بس الباكيج خرافي خرافي لأي بنت شعرها كيرلي حابة تتميز، حابة تحافظ على شعرها، مكون من مواد طبيعية 100%، وهذا اللي بميزه عن باقي باكيجات. والله يا جماعة أنا خاطر أعطيها المايك وأروح لأنه تفوقت علي، سكرت علي كل البوابات يا جماعة الخير، بس ساندرا اسمحي لي خلينا نكمل هاليوم على خير بس. طيب ساندرا يعني كمان احنا بنحكي عن شيء مميز عن في فلسطين ومصنع وشركة لآلئ البحر الميت، عن جد من خلال جولتها في المعرض كان يعني يشير لها بالبنان انه هذا الشيء فعلا عالمي وحصري، يعني كمان انت جربتي منتجاتهم كمان الثانية، كيف كان وقع هذه المنتجات عليك؟ طبعا انا اول شيء لما توجهت للاستاذ ناصر حبيت اجرب، اعطاني كذا عينه للبشره للشعر تاعرف بالضبط لوين انا رايحه، وزي ما حكيت كان الاختيار الاكثر موفق، الاختيار الاول والصحيح بالنسبه لإلي باختيار انه يصنع لي منتجاتي، كثير عجبتني الجوده، الكواليتي فظيعه من ناحيه كل شيء، منتجات البشره الشعر، فزي ما زي ما حكيت وقلت كان الاختيار الاروع على الاطلاق، انا جدا مبسوطه بالتعاون معهن وان شاء الله مش اول واخر تعامل، رح يكون في كثير شغلات لقدام. وانت سمعتوا انا مبسوطه كثير بالتعاون معهن وهذا شيء كثير حلو جدا، انا بحكي بلغتهم ما عنديش مشكله واروع لانه احنا فلسطينيه اصلا. كمان شغله مهمه جدا بدي احكي لكم اياها يا جماعه، شوفوا يعني حتى لما تستخدم الكيرلي بتعرف شو بيساعد في ايش لكل الصبايا اللي بحبوا يكونوا يوم مشهورات زي ساندرا، كمان بصير صوتهم حلو وبيغنوا حلو، شفتوا كيف النتائج؟ هاي النتائج الايجابيه. طب ساندرا بهالشيء الحلو اليوم الختامي لمعرض فلسطين الدولي، شو بدنا نسمع صوتك الحلو تسمعينا اشيك حلو لآلئ البحر الميت؟ يعني بيستحقوا يعني هالشعارات بيستاهلوا يعني. طيب يلا يا ساندرا سمعينا، يلا نغني مقطع من اغنيتي اللي بحبوها الناس، بقينا خايفين بقينا خايفين. استنوا شوية احنا مش خايفين يا عمي، علي لنا صوتك كتير زي صوتي، يعني انا صوتي فضايحي بس صوتك لازم يكون اعلى لانه في ناس مشاهدين بصاروا يطلعوا عليك، يطلع جايين يصوروك يطلعوا عليك، وكمان هالشعرات تعرفنا الكير اللي فيش احلى منه. طيب خلي طيب هلا بدنا صوتك الحلو يطلع والناس كلها بتصور ما شاء الله، احنا مع ساندرا الاجمل والاروع دائما مع لآلئ البحر الميت، يلا يا ساندرا جاهزي؟ يلا على فين يا حزن مودينا، بقينا عايزين بقينا عايزين في الدنيا حضن يقوينا، على وجع الايام على جرح ما بينام، على كل اللي تحبه بقلبك يبعدوا السلام. يا سلام
انا والله شجعتوني ان اخذ منتج واعمله من لآلة البحر الميت باسم منتصر العناني واعمل كيرلي وصوت يصير حلو هالقد واصير اغني يا عمي. طيب مشاهدينا متابعيني انا بدي احيي ساندرا، بدي احيي طبعا مصنع وشركه لآلة البحر الميت. اعطونا 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 نشوف. طيب شوف شوف بدك تقولي لي يا جماعه الباكج، هاي الباكج راح مين اللي تفتح وتطلع لكم الاغراض اللي فيه الحلوه؟ ساندرا، يلا يا ساندرا فرجينا للناس والمشاهدين. جماعه صبايا اللي بدها تكون قمر وحلوه ما لكم الا منتجات لآلة البحر الميت هذا المصنع، ودخلوا على الصفحه ودخلوا على الصفحه والانستغرام راح تشوفوا كل العروض. فعشان هيك تضلك جميله بوجه زوجك الك لآلة البحر الميت. يلا حرفيا وانا بشهد كمان على هيك على الجوده العاليه. باكج ساندرا حاج مكون من 3 منتجات: شامبو، كونديشنر اللي انا كمان بستعمله للشعر كماسك بعد الحمام، وكريم. 3 منتجات بباكج واحد، طبعا مكون من مواد طبيعيه 100% وهذا اللي بميزه عن غيره بعيدا جدا عن الكيماويات. انا لشعر صحي دائما كنت ادور على منتجات اللي تكون مكون من مواد طبيعيه فقط، بالاضافه لهيك طبعا كلها مواد مستخرجه من البحر الميت. شو كمان نقول؟ كونديشنر حكيت لكم بستخدمه كمان لماسك للشعر، غني جدا بالفيتامينز بالزيوت زيت الارجان، فهذا طبعا بعطي ترطيب جدا عالي للشعر الكيرلي وهذا اللي بتحتاجه اي بنت شعرها كيرلي، ترطيب العالي. يلا يا جماعة ساندرا مثال حي ومباشر مباشر لكل الصبايا المعنية. دائما يا جماعة أنا بس بنصحكم حتى قال بصنحكم، صرت بطلت أجمع من كثر هالشيء الحلو الموجود عندنا. منتجات لآلة البحر الميت عنوان كبير جدا، ساندرا مثال حي ومباشر، يعني حكيت لكم الصافي والوافي. فأنا بعتقد أنتم مش راح تقتنعوا مني يا صبايا، بس بتقتنعوا من مين؟ من ساندرا، لأنه هي اللي جربت. لما يصير شعر كيرلي راح أطلع معكم بث مباشر وراح أحكي لكم شو النتائج يا جماعة، وأكيد النتائج إيجابية. طب ساندرا عن جد يعني تفاصيل هذا المنتج وخلال وانت بتغني وانت طالعه ونازله بيقولوا ساندرا اجت وساندرا راحت وما شاء الله على المسرح في كل مكان وانت بتغني، بيقولوا لك شو هالحلايا ساندرا، شو بتقولي لهم انت؟ صحيح دائما بنساله من جديد، من اول ما بلشت استخدم الشعر كريم الشعر حسيت في تحسن كبير بشعري، الشعر اكثر صحه، الشعره حيويه فيها لمعه، فدائما وين ما اروح اسال، ودائما العنوان ساندرا برودكتس باكج ساندرا حاج اللي هو الباكج الاول للشعر الكيرلي في فلسطين. يا سلام يا سلام، يعني اللي صار كمان نفس الشيء ما شاء الله شعرها كل 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 العيله كل العيله كيرلي، وهذا اللي شجعني اكثر اعمل كريم للشعر. يا سلام كل العيله، فهذا راح يصير عدوى لكل الناس لكل الصبايا ولكل العيال. بنصحكم على لآلة البحر الميت يا جماعه، عن جد مصنع رهيب جدا، مصنع فيه نتائجه ايجابيه كمان، يعني بدليل انه افرجيكم انه انا بحكي اشياء موثقه لما بحكي لكم انه مصانع شركه ومصانع لآلة البحر الميت بتتابع ما بعد كمان الخدمة وتقديم والبيع، انه جابت لنا اليوم ساندرا عن تجربة انه كيف تابعوها وكيف النتائج، ما تركوا حطوا بجيبتهم المصريات. المنتج والكواليتي هو الاهم عندهم، وبالتالي النتائج الايجابية. بعدين في كمان شغلة مهمة جدا يا ساندرا، مزبوط بدي احكي عن شغلة، انه في ناس كتير بتعاملوا بالاونلاين وفي اونلاين وهمي، لما تاخذ المنتج ينحرك وجهها او يتقصف شعرها او ينزل لمين بترجع؟ ما في راح ترجع لحدا، لكن مصنع ولآلة البحر الميت شو؟ وانا اشهد على ذلك، يعني بعيدا انه ما غلبونيش 3 عينات احنا جربنا توصلت انا للي بدي اياته، دائما كان في متابعه شخصيه من قبلهن، دائما شو بدك بنعمل لك، فالتعامل والمعامله الطيبه، وانا كثير بحبهن، وزي ما حكيت مش راح يكون اول ولا اخر تعامل، ان شاء الله اشياء كثير كبيره وحلوه راح تكون على الطريق. واحنا على قولة طبعا ساندرا احنا بنحبهم كثير كثير كثير، وانتم رائعين كثير كثير، وعن جد دائما لو تضعوا ثقتكم في شركه فاعتمدوها لانه هي اللي بتعطيكم الاشياء الصح والعناوين الصح، فعشان هيك انطلقوا دائما وتوجهوا طبعا راح يكون معنا كمان نحكي معاه بعض الشغلات المهمه جدا، انه توجهوا لمصنع وشركه لآلة البحر الميت لانه هي عنوانكم للصفاء والنقاء والجمال والتجميل. ودائما افرحي يا صبيه، دائما افرحي وانبسطي وعيشي اللحظه الحلوه والجمال الحلو مع مصنع وشركه لآلة البحر الميت ومنتجاتها الرائعه جدا. خليكي يا ساندرا ما خلصنا منك لاني جايكي بس نحكي مع القائد، يعني وانا بحكي قصه المنتج ساندرا يعني تشجع وناوي يعمل منتج لحاله بس بعرفش للشعر ولا لا، هذا مش عارف.
يعني عن جد انتو بدون نقاش مفخرة، والناس كتير بتشيد في منتجاتكم، يعني شو بتقول للناس اللي وضعوا ثقتهم فيكم كمان؟ يعني احنا في البداية طبعا احنا بنكبر مع التيم الموجود معنا. احنا مش البداية، صلنا ساعة احنا كمصنع كل سنة عم نتطور اكتر واكتر. طبعا الفضل كله للتيم الموجود معنا بالمصنع، عم بكبروا الشركة، اللي حتى المنتجات اللي تطلع لدول اكتر في العالم. طبعا احنا بنحب اكيد انه دائما نتابع كل اي شخص او حد من الزبائن بياخذ منتج معين، اللي نشوف كيف ردت فعله، كيف كان الجوده معه، كان راضي، بدها تطوير اكثر، وماشيين بالامور هاي. طيب هلا كمان برضه يعني بتوجه رساله في اليوم الثالث والاخير من الختام لمعرض فلسطين الدولي للتجميل، شو بتوجه لهم كلمه للناس اللي بتابعونا وبيشاهدونا ودائما بيقولوا دائما بصوت عالي بس مصنع وشركه الآلة البحر الميت ومنتجاتها الرائعه؟ يعني احنا ما بدناش نعمل اعلان ودعايه للحال. لا مش دعايه، صدقا يعني مصنعنا هو المصنع الرائد والاول في فلسطين لمنتجات البحر الميت، وجوده عاليه جدا. احنا بنحاول نترك بصمه مع الجميع يكون راضي عنا. بتامل في المعارض الاخرى القادمه انه الكل يزورنا لهون، بنتشرف فيهم وبنكبر فيهم. المعرض خلال الثلاث اليومين السابقات كان رائع جدا، كان في اقبال وحضور من كل انحاء فلسطين وحتى من الداخل المحتل. فاحنا اكيد راضين عن الجميع، وان شاء الله يكون الكل راضي عنا وعن منتجاتنا. اكيد. شكرا لك. العفو لك. طيب مشاهدينا متابعينا، انا بدي احكي لكم البحر فلسطيني والبحر الميت فلسطيني، ودائما الفلسطيني ما لكم الا مصنع وشركه لآلة البحر الميت. راح نختم احنا وياكم جولتنا في هذا البث المباشر، يعني عن جد انها لقاء حلو جدا بوجود المطربه والرائعه ساندرا الحج، وايضا الكابتن دائما ابو ايش انت؟ ناصر الخطيب. ناصر هيك بدون ابو الاستاذ ان شاء الله يا سيدي. ناصر الخطيب والدكتور ايضا وكل الشباب. شو اسمه اخوك المجهول ما لحد الان؟ محمد الخطيب. محمد الخطيب، كل التحيه لمحمد الخطيب، لكل اسره ولكل العاملين في مصنع وشركه لآلة البحر الميت، كل التحيه لكم على هالمنتجات الرائعه جدا. انا بس اطلب من ناصر ومن ساندرا نوقف عشان نختم جولتنا بهالشيء الحلو مع شركه ومنتجات ومصنع لآلة البحر الميت. بس انا بدي احكي، انا وقعتي بين اثنين. اول شيء ما بين النجمه الرائعه ساندرا ومنتج ساندرا الحج، وايضا النجم والفارس ايضا ناصر الخطيب، مصنع ولآلة وشركه لآلة البحر الميت. انا بنصحكم مشاهدينا ومتابعينا كل التوفيق لكم، لكن هذا العنوان الاصح لك، وزي ما قلت لك بدك تكوني نجمه وتكوني جميله ورائعه وتضلك حلوه بعين زوجك دائما مالك الا لآلة البحر الميت. طيب ساندرا قبل ما اختم بدي هيك مقطع اغنيه بسيط سريع وحلو للناس قبل ما نختم جولتنا. يلا دخيلك بس كميلي هالكريرلي، والله عرفوا الناس كريرلي حلو من منتجك. يلا والله. ايش نغني؟ يلا ايش نغني؟ ممكن نغني يا مجانين لآلة البحر الميت. بصير يا بي مصعبها تقول المغني غني. كل اغاني شو مثلا ممكن؟ انا عارف نغني موطني. موطني يلا. في بعد موطني؟ فيش بعد موطني. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. يا سلام، يعني ختامها في موطني، وموطني كمان البحر الميت ولآلة مين؟ البحر الميت يا جماعة. فعشان هيك موطني موطني فعلا، وإحنا وطننا ورح يرجع وطننا كامل متكامل بإذن الله تعالى. والشركة لآلة البحر الميت رح تتسع وتكبر وتكبر إلها في كل يعني في معظم الدول. وبالتالي إحنا بهذه المناسبة اليوم وفي المعرض الختامي لمعرض فلسطين الدولي للتجميل، بنشكر ساندرا الحج على وجودها معنا، وبنشكر ناصر الخطيب، بنشكر الدكتور كمان ومحمد وكل أسرة اللي عاملين في مصنع ولآلة البحر الميت. نتمنى لكم التوفيق. شكرا للنجمة وشكرا للفارس، ودمتم ودائما مشاهدينا متابعينا اعتمدوا يا صبايا يا صبايا يا صبايا، اعتمدوا دائما مصنع وشركة لآلة البحر الميت عشان تكونوا دائما الأجمل في فلسطين. في نجوم بالسماء، لكن انتم على لآلة البحر الميت راح تكون نجوم الأرض. إلى اللقاء.